يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسوغ غدا الثلاثاء طقس حار طب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27، اسكندرية 33 24، مطروح 30 24، بورسعيد 33 25، الإسماعيلية 36 25. بالنسبة لمحافظة السويس درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25، العريش 33 24، طابة 33 27، شرم الشيخ 39 28، الغردقة 39 28. بالنسبة لمحافظة الأقصر درجة الحرارة 42 صغرى 29، أسوان 43 29، الوادي الجديد 42 28، حلايب 35 31، وأخيرا شلاتين 38 30. والآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.